استمرار لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه. أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة قياديين سابقين وموظفين إلى النيابة العامة بشبهة تهمة ارتكاب جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المؤثمة قانونا. وأكدت نزاهة في بيان لها عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم لمساعدة الهيئة في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.